ناخد، طيب ناخد يعني اولياء امور كده عايزين ايضا يشاركونا النهارده، واحنا كمان ندي مجال ليهم كمان، لانه عشان نسمع يعني اولياء الامور. سياده الرئيس النهارده اولياء الامور النهارده هم اصحاب قرار، لا عايز يودي اولاده اهلا وسهلا، مش عايز هو ياخد قرار، وبالتالي نسمع كمان رغباتهم ايه. الو استاذه مروه، اهلا بيكي، اتفضلي. ايوه مساء الخير. اهلا بحضرتك، اتفضلي. طبعا احنا كلنا طبعا عارفين القرارات الجديده اللي حصلت النهارده. نعم. بالنسبه لمرحله النقل، انا هتكلم لاني انا ابني في سنه رابعه. نعم. دي نقله جديده علينا، رابعه دي اصلا معروفه ان هي سنه بتبقى جديده نقله للولاد. تمام. فكون ان هو يبقى يجي يمتحن امتحان مواد كلها مره واحده في يوم واحد، ده صعب. ده يعتبر رابعه دي يعتبر اطفال. فهو ازاي هيبقى ملم بالمنهج ده مع دراسات ماده الدراسات الاجتماعيه؟ طبعا احنا جديده علينا السنه دي، بلس الماس طبعا حاجه يعني الماس تقيل عليهم. نعم. مش هقول لك ان هو ماده سهله. نعم. خاصه سنه رابعه. نعم. فده ابني مثلا هيراجع على ايه؟ هيراجع ايه قبل الامتحان؟ هيمسك دراسات، هيمسك ساينس، هيمسك عربي، هيمسك انجلش، هيمسك ماث قبل الامتحان الصبح، هيراجع ايه؟ انا نفسي كوليد امر انا بتابع ابني. هو انا اعمل معاه ايه؟ يعني يعني الواحد بصراحه على اقل حاجه تقدر الوزاره تقدمها لنا يعملوا اجزاء للاطلاع. واجزاء تبقى مخصصه للولد يروح يمتحن فيها. نعم. هو مقدرته. نعم. لكن بصراحه بالطريقه دي يعني حاسه ان هو هيبقى يعني الولاد بتتعقد. طيب بص سياده الوزير، وسالته على ليه في يوم، فقال احنا مش عايزين ننزل ولاد كتير، يعني مش عايزين ننزلهم كل يوم، وبالتالي هم عملوا الكلام ده عشان ايضا عايزين نعمل امتحانات، وفي نفس الوقت عايزين يعني نحافظ على الولاد وما ننزلهمش كل شويه من بيوتهم. طب ما هي ما هو هينزل برضه يوم، ما هو ممكن بعد الشهر يبقى فيه مثلا ياخد اي فيروس مثلا بعد الشهر، بعد الشهر في اليوم ده. ربنا يحفظه. اليوم ده. نعم. في اليوم ده والمدرسين. يعني انا كواحد، وفي كمان اجزاء من المدرسه، المدرسه عندنا كان في حالات كورونا، المدرسه اتقفلت، كملوا اونلاين. ومش هقول لك ان الاونلاين تمام، الاونلاين ممكن يكون الميس عندها في عطل النهارده، عطل فني. نعم. نلغي السيشن. في مش عارفه ايه، يعني انا رابعه ابتدائي، ده طفلي. انا مش عارفه ازاي اقنعه بحاجه زي كده، انا كولية امر اقنع الطفل بحاجه زي كده ازاي؟ طيب طلب حضرتك ايه اللي ممكن يعني ايضا تخصيص اجزاء للي يدخل فيها الامتحان الولاد يبقوا عارفينها، واجزاء للاطلاع. في جزء يبقى الولد ده يبقى ده ان هو ليه الحق ان هو يطلع للقراءه فقط، واجزاء للامتحان. شكرا لحضرتك، بشكرك، بشكرك يا فندم. الو استاذه شيماء، اهلا بيكي، اتفضلي. شيماء. ايلو. اهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضلي. طيب انا دلوقتي عايزه اقول لحضرتك بخصوص الاعداديه، وبخصوص ان هي الاعداديه اتظلمت جدا يا فندم، دول سنهم صغير. احنا ليه ما يتعاملوش معامله سنوات النقل، وان ينزلوا مره او يمتحنوا شهر؟ اللي عندهم مواد الدراسات والناس والحاجات دي جديده جدا، المواد يقرروا يتاكدوا من كلامنا. طب جدا السن ده يبقوا زيه زي الثانويه العامه يمتحنوا الماده كلها. القرار لسنوات النقل قرار ممتاز ممتاز، يا ريت يتم النظر واعاده النظر في الاعداديه وسنوات النقل. وتاني حاجه انا عايز اقول لحضرتك، الامتحان المتعدد يا ريت في توضيح او تسهيلا في السنه الاستثنائيه على الطلاب، يتم تحديد حاجات معينه. عندك ماده العربي فروحها كثيره جدا، صعب جدا ان الطالب يذاكرها كلها عشان يخش فيها سؤالين. يحددونا اجزاء تسهيلا على الولاد عشان نقدر. بس هو سياده الوزير قال مش هنحذف حاجه، مفيش حذف. ما هو يا فندم دلوقتي يعني انا بسمع كده نظر حضرتك وبقول لي حضرتك الوزير قال ايه، ولكن احنا عايزين صوتكم كمان، وعايزين تقولوا عشان ايضا لو عندهم احنا مقترحات. احنا بنطبق على ارض الواقع، في صعوبه شديده جدا على سنوات النقل، وصعوبه شديده جدا على الاعداديه. احنا مش عايزين على فكره نسهل على اولادنا ولا القرارات ممتازه، بس لازم ينظروا ليها ان يبقى في تسهيلا. الورقه سؤالين في ماده طويله عريضه، انت حضرتك هتحسبها لي ازاي؟ ولو ابني ما حلش سؤال فيها هتتحسب ازاي؟ اخبار الشهر قرار ممتاز وانا موافقه عليه جدا، وفي في مصلحه ولادنا جدا، لكن ارجوكم يتم اعاده النظر في الاعداديه لان كده اتظلمت جدا، وفي نقطه السؤالين لسنوات النقل لان ده في ضغط. خلي بالك ان الطالب اللي هو الصغير في السن هينزل الصبح هيراجع كل المواد عشان سؤالين في كل ماده. شيماء بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. مين يا فندم؟ الو مروه، اهلا بيك، اتفضلي.
السلام عليكم استاذ احمد، عامل ايه اخبارك؟ اتفضلي يا فندم. دلوقتي معالي الوزير شاكرا كان بيحاول يحل مشكله الامريكان دبلومه، ان هو نزل لنا امتحان الايست واعتمدوا الاكس. دلوقتي الايست ملوش ماتيريال، ملوش اي كتاب اوفشال او ليه ماتيريال نذاكر منها، وده مسبب صعوبه على الطلبه، وبالتالي الطلبة مش بتجيب سكورات كويسة. وبناء عليه هو النهاردة بيقول ان عشان يدخلوا جامعات حكومية بعد كده لازم ياخدوا ايست. فده قرار انا شايفاه فيه صعوبة على الطلبة واولياء الامور. فرجاء نتمنى بس من معالي الوزير ان هو ينزل ماتيريال او يعني حاجة للمنهج بتاع الايست المصري علشان الولاد يذاكروا ويقدروا يمتحنوا امتحان المستقبل. دي نقطة. النقطة التانية يا احمد استاذ احمد، ان هو بيقول ان اللي هياخد سات او اكت دي جامعات خاصة والايست للجامعات المصرية بس الحكومية. طب انا دلوقتي انا بالنسبة لحالتي وناس كتير على فكرة كده، انا ولادي ما كانوش عايشين في مصر، انا كنت عايشة برا مصر وولادي داخلين امريكان من جريد 1، يعني انا ما كانش عندي حرية الاختيار لان انا ادخلهم يعني مناهج مصرية، واخترت الامريكان علشان شايفة ان هي دي شهادة دولية لما انزل بلدي معتمدة جواها. طب انا ماليش حقية ان انا ادخل جامعة مصرية علشان انا كانت ظروفي ان انا كنت مغتربة. نعم. وفي ناس كتير زي كده ان هم دخلوا ولادهم امريكان برضو. انا بتكلم على فكره عن لسان اولياء الامور، لان احنا مدرسه، انا بتكلم عن لسان اولياء الامور. في ناس اختاروا الامريكان لان قبل كده، قبل ما معالي وزير طارق شوقي يتدخل ويعدل المناهج المصريه وهو ماشي للتحسين وللتعزيل والحاجه احسن، قبل كده ما كانش كويس، المناهج ما كانتش بالجوده اللي احنا عايزين ولادنا يطلعوا، يعني حاجة يعني الاستيعاب بقى وحاجات كتير، انت فاهم حضرتك. نعم. يعني انا كان سوء اختيار مني ان انا اختار الامريكان قبل ما نعدل المناهج المصرية. طب دلوقتي انا ولادي في مرحلة تخرج، ادخل جامعة خاصة؟ هو يعني ده شيء من العدل؟ انا بسأل سؤال يعني، واتمنى ان معالي الوزير يبص بس لاولياء الامور بعين الرحمة. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.